انا حصل لي كسر في الترقوة، مركبه شرايح ومسامير، وعندي جسمي كله فيه جروح. ما ينفعش شهد سعيد تكسر البت وتعمل لها اصابه ونصفرها الدوره الاولمبيه يا دكتور. لا والاخلاق اهم من البطولات. مش حاجه اسمها ما ينفعش وينفع. البنت تعمدت اصابه زميلتها ولا لا؟ معلش دي حاجه جواها، ما حدش يقدر يقول مقصود خالص. انتوا اللي قلتوا في الاتحاد، في الاتحاد درجات مين بس عملت لها ايقاف سنه وغرامه 5000 أيوة جنيه. ايوه معلش، ما انا عشان الحدث، عشان ما يتكررش. عشان ما يتكررش ولا عشان التعمد؟ لا ما هو انا صريح يا دكتور، بحط افتراض التعمد علشان ما يتكررش.